ركز واسمع كلمة مفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في جميع بقاع الأرض، وهذه الحلقة الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الأثر والبركة والشفاء لجميع السادة المشاهدين. النهاردة بنتكلم على موضوع جميل قوي قوي اسمه الهوية والخلود. يعني الهوية؟ يعني الخلود؟ الهوية يعني أن الإنسان يبقى له هدف، مبدأ، ينتمي إلى مبادئ، أهداف، يبقى له هوية، عايش له مبادئ وله أهداف، يبقى له هوية. لما يبقى له هوية، هوية علمية، هوية دينية، هوية ثقافية، يبقى له هوية، يبقى له الحق في الخلود. لكن إذا عاش بلا هوية، يعني عاش كده مش عارف هو تبع مين، تبع الغرب ولا تبع الشرق ولا تبع مين بالضبط، ده يعيش ويموت بلا هوية وبلا أي قيمة وبلا أي خلود، وإن أخذ كل شهادات الدنيا، بقى معاه شهادة ماجستير ودكتوراه وأستاذ وأشرف على 20-30 رسالة دكتوراه و50 رسالة ماجستير وكل ده، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إيه موضوع الهوية العلمية والدينية وإيه علاقتها بالطب؟ يعني إحنا يعني كنت أقرأ يعني بعض المؤلفات لابن سينا وابن النفيس. أنا طبعا دارس كلية الطب، كلية الطب مثلا جامعة القاهرة، كلية طب جامعة القاهرة ما بتدرس لا ابن النفيس ولا ابن سينا، الكلام ده كلام قديم وعفى عليه الزمن. احنا بندرس بقى يعني حاجات جديدة بقى، من يعني إذا كنت أنا بدرس في البطنة بقى، فعندنا في البطنة بقى حاجات جديدة بقى، ماكلويدز ومش عارف وعندنا بقى أمهات كتب جديدة كلها أوروبية. احنا توابع. يعني احنا توابع؟ احنا ماشيين ورا الناس. طب احنا عندنا أساتذة كرام لهم مراجع فنمشي وراهم؟ لا ما عندناش. يعني إيه لا ما عندناش؟ ده احنا عندنا اساتذه الطب بقالهم 100 سنه، بس اساتذه الطب دول توابع. يعني اساتذه الطب لغايه دلوقتي بيرجعوا للمراجع الاوروبيه والاجنبيه. يعني ما عندناش مدرسه طبيه؟ لا ما عندناش. الله. طب والاساتذه دي كلها؟ ده احنا عندنا اساتذه في كليه الطب قد الطلبه. يعني عندنا 9000 طالب في كليه الطب وعندنا 9000 واحد واخد دكتوراه في كليه الطب. يعني لكل تلميذ في استاذ. تصدق دي حاجه ضخمه، ومع ذلك بلا هويه. يعني ايه بلا هويه؟ يعني احنا توابع. شوف سيادنا بيقول ايه، نمشي ورا سيادنا. طبعا المفروض نصلي لهم كل يوم ركعتين. الهويه معناها الخلود. يعني ايه الخلود؟ يعني ابن النفيس هو يكتب كتاب، وانا اقرا في مقدمه ابن النفيس، يقول انا اكتب مؤلفاتي واعلم ان مؤلفاتي تعيش 10 قرون من بعدي، تعيش 1000 سنه الناس ترجعها بعدي، واكثر من 1000 سنه كمان نقرا ابن النفيس كتب ايه وابن سينا كتب ايه. المراجع الطبيه لابن سينا ظلت هي المرجع الاساسي لكل كليات الطب في اوروبا 6 قرون، 600 سنه، 600 سنه وهو المرجع الاساسي كتاب افي سينا او ابن سينا. ليه بتكلم عن الهويه العلميه والهويه الثقافيه؟ لانك انت بتكلم اساتذه كتير يتحدثون بلغه غير اللغه العربيه، واخد بالك؟ وعمليه يعني محو الهويه بتبدا من الاطفال في سن 4 سنين و5 سنين. محو الهويه يعني ايه؟ يعني لدرجه مثلا ادخل اولاد كي جي 1 وكي جي 2 بيدرسوا ان انجلش، بيدرسوا بالانجليزي، فالولد ما بياخدش 1 2 3 بالعربي، امال ياخدهم بان انجلش 1 2 3 4. يعني اذا هو من الاول كده داخل اولى حضانه وثانيه حضانه وثالثه. اذا كان هيدرس يعني حساب او ماثيماتكس رياضه بالانجلش وبيدرس ساينس بالانجلش، ما بياخدش 1 2 3 4 بالعربي لانه مش هيدرس حساب بالعربي. ومعنى هذا انك خلقت مغتربين غرباء داخل بلدهم. تصدق دي؟ والله العظيم دخلت عملت غرباء اغراب داخل بلدي. مين اللي عمل الاغراب دول؟ التعليم. التعليم مسح الهويه. يعني ايه مسح الهويه؟ يعني يا دكتور الناس اللي طالعه دي كلها ما بقتش تبعنا. يعني ايه؟ يعني بعد 30-40 سنه المفروض نظريا ان الاولاد دول مش تبعنا خالص، ولا تبع اللغه العربيه ولا تبع الاسلام ولا اي حاجه. الله. طب ما احنا شغالين في مدارس اللغات وكي جي 1 وكي جي 2 وماث وساينس، شغالين في مدارس اللغات بقالنا اكثر من 30-40-50 سنه عشان نطلع جيل معدوم الهويه، ومع ذلك الاولاد بعد ما بيتخرجوا من الجامعه ويقروا كتب الدين والفقه يتمسكوا بدينهم جامد. يتمسكوا بدينهم جامد. الله. بقالنا 30-40-50 سنه مدارس لغات
وكيجي 1 وكيجي 2 ومش عارفين نمحي الهويه ازاي. صحيح احنا مش عارفين نمحي الهويه ولسه العيال جذور الايمان في قلوبهم، ولو قعدت تدوس عليهم 20 30 سنه في التعليم عشان تمسح الهويه الاسلاميه بتاعتهم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينفخ فيهم الروح. بص كده لدول المغرب العربي، الجزائر، المغرب، تونس، تعليم بالفرنسيه، الجرايد بالفرنسيه، الاحاديث بين الناس بالفرنسيه، تطلع اجيال عربيه ازاي؟ تطلع احزاب اسلاميه ازاي؟ ازاي؟ ازاي بعد كل هذه السنين من محو الهويه يطلع الناس عندها هويه اسلاميه؟ ازاي؟ ده الجنان. الشيطان عمال يخطط ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. تعمل لي مدارس لغات، تضيع اللغه العربيه، تدرس الاولاد 1 2 3 4 وتسيب 1 2 3 4 5، تمحي الهويه، الاولاد دول يطلعوا حافظين قران. مكتوب على قلوبهم لا اله الا الله. آمنت أرواحهم في السماء. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، مسح ربنا على ظهر آدم فاستخرج من ذريته أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الأجيال المضللة تعود إلى ربها فجأة، ويطلع عندك أجيال مسلمة وشباب مسلم. الشباب المسلم ده كله جاي منين؟ العمالين إعلام وكورة وأفلام وقنوات فضائية عارية ومحو هوية. وبعدين احنا ليه بنتكلم عن الهوية العلمية والهوية الثقافية؟ حاجة غريبة جدا، في استاذ اثار بيسأل سؤال، دلوقتي اجدادنا كانوا متمسكين بمبادئ معينة، يعني الفراعنة مثلا بنوا اهرامات، عندهم عقيدة ان الاهرامات دي مقابر هندفن فيها، وسجلوا الحضارة بتاعتهم على جدران ومعابد، وكان عندهم حضاره وعلم وميترولوجي. يعني شفت مؤتمر عن انشنت ميترولوجي، او يعني نقول علم السبائك في الفراعنه، الناس عندها علم فظيع، علم في الصبغيات، في الالوان، في في في, في حاجه اسمها السبائك، حطوا معدن على بعض وطلع معادن جديده، حاجه فوق الخيال لغايه دلوقتي مش عارفين نوصل الكلام. الوان لا تبهت، الوان ثابته لا ثبت رغم مرور الاف السنين. علم، كان في علم. ادي اثار فرعونيه قائمه من الاف السنين، يعني على الاقل من 3000 سنه قبل الميلاد، يعني بقى لها اكثر من 5000 سنه. اثار موجوده. هويه. وبعدين جاءتنا الهويه الاسلاميه. هويه اسلاميه، بنوا مدارس علميه، مدارس هندسيه، بنوا ابنيه معينه، ابنيه اسلاميه. اسبانيا بيخش لها مثلا 70 مليون سائح كل سنه عشان الاثار الاسلاميه في قرطاجنة وغرناطه والمباني الاسلاميه الرائعه، بالاضافه الى المواقع الربانيه الطبيعيه اللي ربنا ادها. 70 مليون سائح لاسبانيا كل سنه بسبب الاثار الاسلاميه، وتركيا اثارها الاسلاميه، ومصر اثارها الاسلاميه. طيب دول بنوا هذه الاثار وهذه المساجد الضخمه والمدارس الضخمه احنا بقى في جيلنا ده، الجيل بتاعنا الجميل، بعد 500 سنه لما يجي الناس يبصوا على الاثار بتاعتنا يلاقوا ايه؟ يلاقوا عشوائيات، يلاقوا الناس عملوا 11 دور قصاد بعض في حاره 3 متر، يلاقوا عشوائيات، احياء بكامله عشوائيه فيها ملايين. يعني مش عايز اقول بقى شبرا الخيمه، بولاق الدكرور، مش عارف المعادي الجديده، مش عارف، كل ما تروح حته عشوائيات يطلع منها ملايين ملايين ملايين. بعد 500 سنه الناس هتبص لنا ازاي؟ ايه الاثار اللي هنسيبها؟ وبعدين الناس بانيه مخالف، اللي واخد ترخيص بثلاث ادوار باني 10 ادوار، وبعد شويه المباني تقع، والعماره اللي تقع تزق وراها 10 مباني يقعوا، كل المباني والله العظيم واقفه على رحمه الله. مباني بتسبح ربنا، مباني بتهتز كده. يعني واحد وقع بياخد 5 6 حوالين. بنى عشوائي، واكل عشوائي، ولبس عشوائي، وبلا هويه. مش عارفين احنا ايه. اذا كنا احنا لسنا نتمسح في الانجليزي مش عارفين. وبعدين عايزين نطور التعليم. يعني ايه تطوير التعليم؟ ندي كي جي 1 وكي جي 2 وتعليم بالانجلش. طب انا علمت ابني انجلش وبعدين القران راح فين؟ مش مهم القران. ما الولد ده يجي يحفظ القران في يوم من الايام، ما انا مش عارف صح.
لو حفظ القرآن وهو صغير كان القرآن ده بالنسبة له بردا وسلامة. القرآن اللي حفظه وهو صغير كان يحفظه وهو كبير، احفظ لا احفظ. إنما الولاد دلوقتي بيحفظوا القرآن على كبر فبيفهموه بمزاجهم فبيتصرفوا غلط، فيظهر بقى عندنا بقى نقول علينا إرهاب وتطرف وداعش، هو بيفهموش وعاوزين ينفذوا الإسلام بالعافية وعايزين ينفذوا النصوص. طب هم ما تربوش عليها زمان في القرى المصرية اللي كانوا يحفظوا القرآن في الكتاتيب. القرية المصرية ما كانت تعرف التطرف، القرى المصرية في الكتاتيب كانوا حافظين القرآن كلهم. أنا وأنا صغير عندي 3-4 سنين أول ما نصحى من النوم، كلنا نطلع الجامع في القرية، نطلع الجامع نصلي الصبح في جماعة، الجماعة الأولانية خلصت في جماعة تانية، جماعة تانية خلصت في جماعة تالتة، الجماعة التالتة خلصت في جماعة، نفضل في جماعات 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 لغاية ما تشرق الشمس. بعدين ناخد الناس ياخدوا البهايم ويطلعوا على الغيط، اللي رايح مدرسة يروح مدرسة، كل الناس في عمل، ما عندناش حد قاعد فاضي. ما عندناش حد قاعد فاضي، بنصلي العشاء، نصلي العشاء وكلنا ننام، هي دي الحضارة بتاعتنا. تعدي على القرية، القرية رحبة، مبانيها يا دور يا دورين، وهوا طلق وخضرة، تسعد. إيه اللي حصل اليومين دول؟ اللي حصل اليومين دول إنك تروح البلاد، تلاقي البلاد بنت بالأسمنت والخرسانة والطوب الأحمر، وعملوا ألوميتال وفمير، وعملوا سيراميك، يعني بقت القرية مسخة. يعني إيه قرية مسخة؟ يعني أنا هسافر من المدينة عشان أروح القرية عشان إيه؟ عشان الارض الزراعيه اتلوثت، ومن كتر القاذورات اللي بتترمي في الترع بدات الترع تتسد، ومن كتر المباني اللي بنيناها على الارض الزراعيه، الارض الزراعيه بدات تخلص. هتسافر تعمل ايه في البلد؟ هتروح القريه تعمل فيها ايه؟ عشان تشوف التلوث؟ عشان تشوف التشوه؟ الدار اللي كان فيها جدي، البيت اللي انا اتولدت فيه، البيت اللي انا اتولدت فيه، الدار اللي كان فيها جدي، كان فيها ابو جدي وجد جدي ويركن لغاية مش عايز اقولك 10 جدود. اللي عايز يتطور يروح المدينة يتطور، والقرية بقيت قرية فيها مباني بسيطة وزراعة بسيطة وحيوانات بسيطة. يعني البساطة، البساطة، البساطة في المبنى، البساطة في اللبس، البساطة في الموت في المقبرة، يعني حياة بسيطة. ولما كنا نضج ونزهق من حياة المدينة ونزهق من الزحام ونزهق من الدخان والتلوث، نجري نقضي اسبوع في القريه فنسعد ونرجع اكثر نشاط. انا بتكلم عن الهويه لان في ناس والعياذ بالله يدعوننا لكي نترك ديننا، واصبح التمسك بالدين سبه، التمسك بالدين تهمه، لدرجه ان واحد يعني جاي يكشف عندي من الصعيد، فبقول له ده في 80,000 طالب من الازهر حولوا الى التعليم العام. فقال لي انت زعلان ليه؟ ما التعليم الازهري نفسه يعني هيتطور، فعملوا التعليم الاعدادي كتاب اسمه اصول الدين، هيلموا فيه الفقه والسيره والحديث في كتاب واحد بس، ويبقى كتاب تربيه دينيه زي التعليم العام. فانت هتنقل ليه من الازهر تروح تعليم العام؟ ما احنا هنعمل لك الازهر تعليم عام. وطبعا لجنه تطوير الازهر شغاله من تحت لتحت، والمناهج نزلت اعدادي، والسنه الجايه ان شاء الله تنزل ثانوي، ولا حد بيقول لحد حاجه. ولا حد بيقول لحد حاجه، ده احنا بندمر من تحت لتحت. ولا فقه ولا سيرة ولا حفظ قرآن ولا احنا نطور التعليم الازهري ونخليه زي التعليم العام وخلاص، ولا يبقى فيه بعد كده لا ازهر ولا غير ازهر. محو الهوية انك انت ما بقلكش لازمة. يعني ايه؟ طب انت هويتك ايه دلوقتي؟ هقولك انا، لما المسلمين بيتمسكوا بلبسهم يبقى المسلمين ما يكشفوش عورة. تجد المرأة المسلمة محجبة في كل بلاد العالم، في فرنسا، في انجلترا، في امريكا، في روسيا، في كل بلاد العالم المراه المسلمه محجبه بتغطي شعرها. ما ينفعش المراه المسلمه تمشي نص كم، ما ينفعش. يعني المراه المسلمه ما ينفعش ايه؟ تمشي نص كم. فاذا نرجع ثاني نقول ان احنا عاوزين نتكلم عن الهويه. طب الهويه بتاعتنا ايه؟ طبيه، علميه. ايه الهويه العلميه؟ الهويه العلميه بقى ان انا ارجع لاصولي، اتميز صح. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي امراض، والامراض يعني بقت خطيره وشرسه، طب انت عندك بديل ايه؟ يعني انا دلوقتي انا عايز تميز في العلم، عايز تميز في اللبس، عايز تميز في المبنى، عايز تميز في المعنى. انا بتكلم تميز في الطب بتاعي. طيب انا متميز في الطب؟ اه طبعا. يعني احنا لما جينا ندرس الامراض في كليه الطب لقينا مثلا الروماتويد والزئبه الحمراء ملهاش علاج، مش عارف ندي شويه كورتيزونات،
شويه ميزوتريكسيس، بلاكونيل هيدروكين، شويه ادويه من هذا القبيل. طب دي بتعمل ايه في المرض؟ ولا حاجه. المرض بيفضل موجود، لدرجه ان احنا اتعلمنا في الكليه ان مفيش مرض بيخف. يعني ايه؟ لا الذئبه الحمراء بتخف ولا الروماتويد بيخف، والسرطان لو شلناه بالجراحه او بالاشعه او بالكيماوي يرجع تاني ريكرنت، يعني مش مرض بيخف. السكر يفضل مريض السكر بقيت عمره، مريض الازمه التنفسيه ياخد البخاخه ويفضل بقيت عمره. ها؟ طب عندنا مرض ايه بيخف؟ لكن احنا كان عندنا في الطب القديم مثلا لما رجعت لعلاج الفشل الكلوي في الطب القديم لقيت له علاج. في حاجات بترجع الكلى تاني؟ طبعا بترجع الكلى تاني، دي هويه. ولاننا نجحنا في هذا، ها؟ اصبحنا نلفت نظر العالم كله، بقى العالم كله دلوقتي، العالم كله او الطب اللي هو ماشي ورا مدرسه واحده بتقول ان الكلى لما تفشل ملهاش علاج، بدا الناس تسمعنا وتقول طيب ايه اللي عندكم في العلاج؟ قلنا لهم ده احنا نقدم لكم هدايا، ده احنا نقدم لكم الصمغ العربي ونقدم لكم معاه الخروب او لبان الذكر، ادي هديه صبح وليل، ونقدم لكم مجلس الشعير والبقدونس نشرب كوبايتين ثلاثه اربعه كل يوم، ادي هديه ثانيه، ونقدم لكم معلقه عسل نحل وقطره من عصير الليمون او معلقه صغيره خل ثلاث اربع مرات في اليوم، هديه ثالثه، وهديه رابعه سم النحل، وهديه خمسه الطحالب، وهديه سادسه شوربه الخضار العلاجيه، وهديه سادسه وسبعه وثامنه، بنقدم 10 12 حاجه ترجع الكلى. مش بس كده، دلوقتي لما نيجي مثلا لامراض بسيطه جدا، الانيميا. الانيميا معناها ان انا لما بقعد بدوخ عناب الزغلل بصدع. مين اللي عنده انيميا؟ ثلاث ارباع الناس عندها انيميا. طب جت منين الانيميا؟ من احنا بناكل غلط وما بنتحركش. لو الناس بتتحرك وتجري وتعرق كل يوم ساعه ساعتين ما عندهاش انيميا. وبعدين لما جينا نقولها على الانيميا، علاج الانيميا، علاج الانيميا لازم اخد حاجه فيها بروتين. انا بشبه علاج الانيميا ببساطه شديده زي مثلا واحده ست بتولد. لما واحده ست بتولد بنلحقها بايه؟ بنلحقها ب مثلا حلبه، فراخ صغيره بلدي، شويه شوربه صغيره، سلطه خضراء بس. واحده ست ولدت ونزفت 3 4 لتر دم، عاوزين نلحقها بايه؟ نلحقها بدول. فراخ بلدي صغيره، وبقول فراخ بلدي صغيره مش بيضه مش هرمونات. العبره مش بالحجم، لا، فرخه صغيره ونقول عليها، بقول عليها شامورت او ديك صغير، فرخه صغيره ما تكملش نص كيلو. وايه كمان؟ فرخه صغيره بلدي. حلبه، طبعا الحلبه دي بنعملها مطحون، نعملها مغات، المهم تاكل الحب. وايه كمان؟ وسلطه خضراء فيها خس وجرجير وبصل. فراخ بلدي، سلطه خضراء، حلبه. طبعا لو اضفت عليها ثلاث بلحات كل يوم وشويه زبادي او لبن رايب، 100 100. هو ده علاج الانيميا. طبعا يجي بقى اليومين دول يقول لك لا علاج الانيميا ايه؟ لا علاج الانيميا ان انت تدي حديد. طب انا اديت حديد، الهيموجلوبين اللي جوه كرات الدم الحمراء هيموجلوبين. يعني ايه هيموجلوبين؟ يعني عندك جزئين. عندك جزئين، هيم وجلوبين، ملح حديد وبروتين. انت اديت حقن حديد وقراص حديد وابريكس هرمون، فين المكونات الثانيه؟ انا عندي اكثر من 13 عامل لبناء كرات الدم، من ضمنها البروتين، الكالسيوم، فيتامين سي اللي موجود في السلطه، فوليك اسيد، عندي الانترنسيك فاكتورز، العوامل الموجوده جوه، سلامه الامعاء، عندي فاكتورز كتير، 13 عامل لتكوين الدم. انت بتديني حديد، هو الحديد. ولذلك تجد ناس بتاخد حديد وبتاخد ابريكس والانيميا زي ما هي. ليه؟ ما بياخدش بروتين. طب هو ما بياخدش بروتين، افتكر انا قلته لك، حلبه، بلح، زبادي او لبن رايب، ها، وحته فرخه بلدي، افتكر دول، السلطه الخضراء. مفيش حد يقول لي انا مش هاكل سلطه خضراء وعالج الانيميا ازاي؟ لما اتكلمنا على ده ابسط علاج الانيميا، يعني انت عايز تعالج انيميا؟ عايز تعالج ولادك من الانيميا؟ الانيميا دي طبعا ممكن تعمل زغلله وصداع وقله تركيز. طيب لو انا قلت مثلا انه عايز اعالج الضغط، تيجي تلاقي ناس دايما ضغطها واطي. ايه اللي يرفع الضغط الواطي؟ لا مش الملح، مش المخلل، اوعى. المخلل يدمر لك المعده ويدمر لك الكلى. اللي يرفع الضغط مين؟ اللي يرفع الضغط معلقه عرق سوس وشويه ميه. اللي يرفع الضغط شويه قرفة، شويه زنجبيل، ربع معلقه كده على كوبايه ميه، معلقه عسل للي ما عندوش سكر، شويه قهوه، شويه نسكافيه، بس مش على طول، مره في اليوم، خمس ست عشر حاجات بيرفعوا الضغط من غير المخلل. طيب لما نيجي نتكلم على مثلا
الضغط العالي، انا ضغطي عالي قوي، ايه اللي ينزل ضغطي؟ فصين قرنفل، القرنفل معروف، فص تحطه تحت لسانك او تحت سنانك، القرنفل بايه؟ بينزل الضغط. وايه تاني؟ طبعا الناس عارفه الكركديه، بس ما يكونش تقيل، الكركديه الاسود ما بينزلش ضغط، بيعمل حصوات، الكركديه يبقى خفيف، تشوف ايدك ورا الكوبايه. وايه تاني بينزل الضغط العالي؟ الدوم، في حاجه اسمها الدوم، عارفين واحنا عندنا في مصر دوم كده، نخيل الدوم، ممكن نعمل منه معلقه على شويه ميه بيضبط الضغط. دوم وقرنفل وكركديه خفيف وحاجه اسمها البردقوش وروزميري، كل دي حاجات بتايه؟ بتظبط الضغط العالي، بتظبط لي الضغط. وانا دايما بشرح من كتابنا روشتات غذائيه، بقول انه خلي بالنا ان احنا بنقدم في كتابنا روشتات غذائيه حل لاغلب الامراض الموجوده. طبعا قبل ما اقدم حلول لبقيه الامراض الموجوده بقدم المواعيد بتاعه الاعاده. مواعيد الاعاده زي ما احنا عارفين البرنامج ده من 5 ل 6 النهارده، ان شاء الله بيتعاد بكره الجمعه من الساعه 11 الظهر ان شاء الله، يا رب يجعلني من الصادقين. اهم من البرنامج ده برنامج روضه القران، وروضه القران بيتذاع يوميا 9 الا ربع صباحا و9 الا ربع ايه مساء. بنتكلم على حاجه مهمه جدا اللي هي المكتبات اللي هي بتوزع الكتاب. طبعا الكتاب بتاع روشتات غذائيه انا نزلت لقيته تقريبا في اغلب مكتبات وسط البلد، يعني في القاهره. الكتاب الحمد لله وصل طنطا، ويمكن انا بقول على طنطا باستمرار، عند الاستاذ ابراهيم ماضي، وعندهم مؤتمر مهم جدا عن منتجات النحل، هيبقى يوم 19 شهر ديسمبر. ده المؤتمر ده مهم جدا، ده في طنطا. وكمان موجود الكتاب في الشيخ زايد شارع المستشفى العام في أكاديمية العطار، وموجود في الفيوم بورسعيد، وكان تقريبا في كل محافظات مصر. أهم من النسخة العربية، الحمد لله والشكر لله، ربنا سبحانه وتعالى وهو الفتاح العليم يبارك في هذا العلم، قدرنا نتصل ببعض الناس، أو بعض الناس عرضت علينا أنها تترجم الكتاب إلى لغات العالم، الألمانية والفرنسية والإنجليزية واللغة الدنماركية. يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى الأشهر القادمة، إن شاء الله بإذن الله تعالى الأشهر القادمة هقول لكم على الكتاب باللغات المختلفة في أنهي مكتبات في العالم بإذن الله. طبعا وإحنا بنتكلم على كتابنا روشتات غذائية، بنقدم طريقة الطهي البسيطة، طريقة الطهي المتميزة. طريقة الطهي بتاعتنا ما فيهاش تعقيد. يعني ايه ما فيهاش تعقيد؟ يعني انت عايز تعمل خضار، هتجيب الخضار بتاعك وتقطعه وتحط البصل على الثوم على الخضار بتاعك وتعمله على النار كده، بنسميه ناي في ناي، او تدخله في الفرن طاجن. يعني ما فيش تسبيك واليه والطماطم يبقى لونها بني وبعد كده الناس تاكل، ده كده انت دمرت الدنيا. يعني اصعب طعام على الاطلاق، اصعب طعام ممكن يتهضم، اللي هو المسقعه، ان الناس تقلي البطاطس والبنجان والفلفل ومش عارف، وبعدين تسبك الطماطم وبعدين تحط فيها المقليات، دي يعني صعبه الهضم جدا. يبقى افضل طريقه للطهي البسيطه حتى في السمك، قليت السمك، شويت السمك، بتنزله وتحط عليه الميه بالخل بالليمون بالثوم، سواء كان مقلي او كان مشوي، بتحط عليه بعد ما ينزل من النار وهو سخن، بتحط عليه الميه اللي فيها ثوم وكمون وخل وليمون، دي بتشيل منه الزفاره وتشيل منه السموم وتشيل منه الريحه الوحشه. افضل طريقه للطهي على الاطلاق هي الافضل والابسط، والابسط والاسهل. انت عايز فايده، واوعى تاكل من غير سلطه خضراء، دي النصيحه. عايز تعالج الانيميا، عاوز تعالج الضغط، عاوز تعالج دهون القلب، يمكن احنا قدمنا هديه للعالم كله لعلاج الفشل الكلوي، والحمد لله والشكر لله، يعني مش عايز اقول اكثر من 60,000 بطلوا غسيل، والحمد لله والشكر لله، يعني بدات مراكز الغسيل في العالم كله تعرف يعني ايه تقدر تعالج كلى من غير غسيل، او على الاقل تقلل الغسيل، على الاقل اضعف الايمان، ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني انا بدات اتحسن، فبدل ما اغسل ثلاث مرات بغسل مرتين في الاسبوع، وبدل ما اغسل مرتين في الاسبوع اغسل مره، اقدر ارجع شغلي واقدر ارجع دراستي، وتقدر الفتاه تتزوج، نقدر نعيش حياتنا بدل ما يوم غسيل ويوم نوم، يوم غسيل ويوم نوم، كده مش هنستمر. بالنسبه لامراض القلب، كان انا قدمت برضه في كتابنا روشتات غذائيه 15 حاجه بتسلك الاوعيه بتاعه القلب. الناس اللي تعمل قسطره ودعامه وقسطره ودعامه، وبعدين نكسر الضلوع ونعمل باي باس، وبعد ليه؟ ما
انا عندي حاجات طبيعيه بتفك، مش عايز اقول حاجات بسيطه قوي، حته زنجبيل تمضغها بعد الاكل تسلك الاوعيه، مضغ فص حبهان كل يوم يقوي عضله القلب، فص حبهان، الكلام بسيط جدا والله، كلام بسيط جدا، زنجبيل حبهان البصل مع الاكل، الثوم فصين ثوم على كوبايه زبادي الصبح وبالليل بتسلك الاوعيه وتذوب الدهون. جالي ناس الكوليسترول والترايجليسرايد عاليه جدا، الكوليسترول والترايجليسرايد عاليه جدا بعد شهر من كوبايه الزبادي بالثوم عليها بقدونس طعمها لذيذ جدا، زبادي بالثوم الصبح وبالليل لمده شهر نزل الدهون خالص، يعني بدل ما كانت الدهون 400 400 ايه كانت 1200 نزلت بقت 300. فاللي انا عايز اقوله ان احنا بنقدم وصفات بسيطه جدا جدا حمايه لك من القسطره وعمليه تكسير الضلوع والبايباس، وهو ليه ما تجربش؟ ليه ما تجربش؟ اتكلمنا برضو ونحن ندعو الشباب الى العمل والى الحركه، وقلت لهم الحركه الحياه، الحركه المناعه، الحركه العرق، كل ما بتتحرك اكتر وتعرق اكتر انت بتعالج نفسك. يعني مثلا اكتشفنا انه مع المشي وانت ماشي انقباض العضلات بتاعت رجليك بيدفع الدم الى اعلى، وبالتالي رجليك ما تورمش. اذا طول ما انت بتجري وتمشي مفيش ورم، لكن لو ناس قعدت وطولت القعده رجليها تورم. لما نقول مثلا ايه المشي طلع ان المشي مع العرق بيولد ماده اسمها كوليستروليز. كوليستروليز ده انزيم بيدوب الكوليسترول اللي بيلزق في الاوعيه فما يلزقش في الاوعيه. والكوليستروليز ده انا قريت فيه رساله الدكتوره كامله، والله رساله الدكتوره كامله. الكوليستروليز اللي بيفرز مع العرق وكتر الحركه والمشي بيدوب الدهون اللي بتترسب حوالين الاوعيه فينضفها. ده ما ينفعش وانت نايم. وانا ماشي في ماده شبيهه بالانسولين بتفرز وانا ماشي، فبتساعد الانسولين اللي مفرز من البنكرياس انه ينظم السكر في الجسم كله. وبالتالي لو انا سكري 300 ومشيت ساعه ورجعت اقيس السكر الاقيه بقى 200 من غير اي دواء. اذا المشي هينظم السكر وينظم المناعه وينظم العرق ويدوب الدهون الزياده. المشي ده كله بركه. وبعدين انت بتحب ربنا امشي. فامشوا في مناكبها وكله، ده كلام ربنا. فامشوا في مناكبها وكله. الحركه يعني زي يعني النموذج بتاعنا نموذج حركه بنقدمه للناس كلها، حركه وعمل. زي ما انت متميز في الاكل بتاعك، ما بتاكلش دهون كتير، ما بتاكلش بعض اللحوم المحرمه زي اللحم الخنزير مثلا، ما بتاكلش الميته، ما بتاكلش الدم، كل دي تميز عشان دي كلها بتجيب امراض. هو ده التميز، والتميز ده فرض، هذه الهويه فرضت على جميع بلاد العالم. اي مسلم بيدخل اي مطعم في العالم بيساله ار يو مسلم، انت مسلم؟ اذا كان مسلم بيقدم له لست طعام المسلمين، اللحم الحلال مذبوح صح، ما فيهوش طعام خنزير، ما فيهوش خمر، ما فيهوش ميته، ما فيهوش دم مجمد، ما فيهوش ضفادع، ما فيهوش، بيقدم لك لسته باكل المسلمين. اذا انت فرضت هويتك اهو حتى في الاكل، حتى في الاكل، مش بس اللبس، الاكل واللبس، وده طبعا وقايه لك وحمايه من الامراض. بنقول ان المشي، وطبعا احنا بنتكلم في يعني في حرب، يعني مش عايز اقول لكم انه يعني شركات عملاقه بتدفع بيه الشوكولاته والشيبسي والكولا وتغرق بيها الاسواق. وطبعا انت لما تلاقي الاولاد يعني بياكلوا شيبسي وبيبسي وكولا وشوكولاته وبتاع، انت بتفاجئ بان الاولاد دول يا اما سرطان الاطفال يا اما فشل كلوي. والله العظيم، والله العظيم هذا حق. يعني من احد اسباب الفشل الكلوي والسرطان هذا، يمكن يجيني بعض الاطباء زملائنا يقول لي انا عندي طفل عنده 3 سنين، هو طبيب ومراته طبيبه، الطفل ده اول حفيد لاهل الزوجه والاهل الزوج، كل اللي جاي جايب له اكياس شيبسي وشوكولاتات وعصاير معلبات، لغايه ما بيقول الولد بقى عنده اوضه بتاعته مليانه شيبسيهات ومعلبات وكولا وشوكولاته، الولد ما بياكلش غير ده ليل نهار لغايه ما جاله فشل كلوي سنه 3 سنين. 3 سنين والله العظيم. فاذا انت لما تلاقي واحد ما بياكلش غير ده، هو ده المعلبات والمواد المحفوظه والمواد، انت عارفين المواد الحافظه كلها بتجيب سرطانات. يعني عايز اقول لك على مثال صغير، لو انا جبت علبه سلمون او علبه تونه، وعلبه سلمون او التونه دي فيها سمك ومحطوط عليها مواد حافظه، لما تيجي تطلع التونه او السمك وتطلع الشوكه اللي في قلب السمك، هتلاقي الشوكه مهريه. اذا كانت الشوكه اتهرت
العظم اتهرت، يبقى المواد الحافظه دي لو خدتها تعمل فيك ايه؟ العظمه اتهرت. يبقى طبعا المفروض نعلم اولادنا خطوره الشوكولاته والشيبسي والبيبسي، اخطر طبعا المواد اللي كنا بناكلها زمان، الفشه والكرشه والممبار، وكل ده خطر بيسد اوعيه القلب. يمكن الناس زمان كانت تاكل الدهون، كانت تاكل السمين، كانت تاكل وكانت بتنزل تشتغل، الفلاحين والنجارين والحدادين ينزلوا يشتغلوا، اللي بينزل يشتغل وهو بياكل الامعاء بتاعته تهضم كل الاكل ده. لكن دلوقتي الناس بقت قاعده، ازاي تبقى قاعد في البيت وتاكل الاكل ده؟ هيسد اوعيه القلب. يعني اغلب الناس اللي بتيجي تكشف قلب بتاكل السمين ده، وبعدين نحجزها في المستشفى، يوم يجي حد من قرايبها جاب لها سمين وهو جاي تلم الدهن بتاع الوز والبط وتاكله، يوم يتسد نطلعه الرعايه المركزه، تبص تلاقي بعض الزوار جاله في الرعايه المركزه جاب له برده سمين، ياكل الاكله ويروح ميت بقى، هنوديه فين بعد الرعايه المركزه؟ هنوديه فين؟ فاذا مهم جدا ان انا مش عارف ان كان في اكل زمان، هيقول لك ما اجدادنا كانوا بياكلوا كده، ما هو اجدادنا كانوا بياكلوا كده عشان كانوا بيشتغلوا جامد، كانوا بيعرقوا. اجدادنا كانوا بيشتغلوا بايديهم وبيعرقوا، لما كنا احنا ما بنشتغلش، احنا قاعدين. الحضاره فرضت علينا اعمال بسيطه، اللي مدرس واللي مذيع واللي طبيب واللي مهندس، يعني حتى العمال بقت اغلب الميكنه والتكنولوجيا بقت تؤدي العمل بدلا منه. فحتى اذا يعني الانسان اكل هذه الاشياء بيقلل منها. بيقلل منها وبقى يعني انا عايز اكل كشري مثلا، جنب الكشري ده شوربه ومكرونه وشويه سلطه خضراء وحاجات تشيل الشر بتاعه. لكن هو كشري ومكرونه بس، طب ما يعمل لك مشاكل كبيره جدا، يعمل لك كرش، يعمل لك انتفاخ، يعمل لك بلاوي زرقاء قوي يعني صعب. فعشان كده انا بقول ان احنا في هويه علميه، في هويه طبيه، في هويه صحيه. انت لما تتمسك بهويتك الصحيه بتبقى حلو قوي. يعني انا لما الاقي واحد متمسك بالمشي لغايه دلوقتي، راجل عجوز عنده 90 سنه ماشي على الكورنيش وطالع من صلاه الفجر في جماعه في المسجد وطالع ماشي وراجع، بسم الله ما شاء الله اسمانه قويه، واساله بسم الله ما شاء الله ايه اللي مخليه قوي جدا؟ يقول لك انا متمسك بسنه النبي، متمسك بتقليل الطعام، ما بتلفش في الاكل، متمسك بالحركه، لازم اركع واسجد، خير الصلاه كله في الركوع والسجود، فايده الصلاه كلها في الركوع والسجود. فعشان كده انا بقول لحضراتكم التميز، انت متميز في الاكل، متميز في اللبس، متميز في العلم، متميز في العباده، عندك هويه، انسان يعني زي ما بيقولوا عندك حاجه الناس تقلدها، يعني زي ما بقول ايه؟ القدوه. طب انا بقتدي بمين؟ انا كمسلم بقتدي بالنبي محمد، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. في طعامه مائده النبي محمد كانت اسمها المائده الخضراء، كان سلمان الفارسي يزرع الباقي لا الرجله والفجل والجرجير والمش عارف ايه ويجيبه لرسول الله يحطه على المائده، حتى سميت مائده النبي محمد المائده الخضراء. المائده الخضراء، حد سمع المائده الخضراء؟ كان سلمان الفارسي يزرع الباقي لا الخضروات لرسول الله ما عدا الثوم والبصل. وحضرة النبي قال أنا لولا أن الملك يأتيني لأكلت الثوم والبصل. طب واللي ياكل ثوم وبصل ني، قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، يعني حتى تزول الريح، أو ياخد بقى نعناع قرنفل، يعني حاجة طيب رائحة الفم. يبقى الناس كانت بتاكل بصل وثوم، كانت بتاكل بصل وثوم وجرجير وفي كل الخضروات. والرسول قال من أكل ثوما أو بصلا نيئا قال فليعتزل. طب هو لو مش عاوز ياكل بصل وثوم ني قال يعني، طب لو دخلوا في طبخ بتقل الرائحه شويه. اذا احنا كنا بنتكلم عن الهويه، اتكلمنا عن الهويه العلميه، اتكلمنا عن كتابنا روشتات غذائيه، وقلنا ان هو الحمد لله موجود في اغلب المكتبات. الحمد لله ان شاء الله احنا دلوقتي هنحاول نعمل له طبعا الطبعه الثامنه، لكن في طبعات نازله ان شاء الله باذن الله، طبعا انجليزي والماني وفرنساوي وكل لغات العالم. بنتكلم عن المنظومة العلاجية، بفكركم دايما بقول لكم خلي بالكم احنا عندنا منظومة علاجية، تفاؤل وثقة في الله بالشفاء. اوعى تقول ان الفشل كلام ملوش علاج، لا والله له، بس انت يبقى عندك يقين بالله انك هتخف. اي ورم، اي مرض، لو عندك ثقة في الله ومتفائل ان شاء الله تخف. التفاؤل، البيئة النظيفة، الغذاء الصحي، الابتعاد عن اسباب المرض، النوم بالليل، الرياضة أو التدليك ساعة كل يوم، لازم تمشي ساعة وحد يدلك لك الأطراف ساعة. وأخيرا الدواء. يبقى ست حاجات في منظومة العلاج، العلاج منظومة وليس دواء فقط. ست حاجات وبعدين الدواء. طبعا أنت لو رحت لأي دكتور هيكتب لك دواء. طب والبيئة اللي مش نظيفة؟ ما هتجيب لي المرض تاني.
طب انا ما بعملش الرياضه، هصرف في الاكل ده، ما باكلش. يعني في واحد بياخد الدواء من غير اكل، طب انت بتاخد الدواء من غير اكل، الدواء يشتغل ازاي؟ يعني انت بتاخد الدواء من غير اكل، الدواء يشتغل ازاي؟ يعني يجيني واحد واخد الدواء بقاله شهر وهو زي ما هو، طب انت بتاكل ايه؟ ما باكلش، اصل كل ما باكل برجع باخد الدواء بس. طب الدواء يشتغل على ايه؟ الدواء يشتغل على ايه؟ طيب لا يوجد دواء مدى الحياه، الدواء يتغير بتغير المرض حسب التحاليل الطبيه. لا يوجد دواء مدى الحياه، ولا دواء سكر ولا ضغط ولا غده ولا صرع ولا اي حاجه، الدواء يتغير بتغير المرض حسب التحاليل الطبيه. ابني عنده صرع، كل 6 شهور بعمل له رسم مخ واشوف البؤره الصرعيه موجوده ولا اختفت، اختفت هروح للدكتور عشان يبتدي يسحب الدواء. عندي ضغط، اقيس الضغط، ضغطي فوق 160 على 100 باخد الدواء بتاعي، ضغطي نزل بقى 120 80 110 70 ممنوع دواء الضغط، ممنوع دواء الضغط، بيعمل زهايمر ونسيان وبيعمل بلاوي وضعف جنسي، لا مشاكل ادويه الضغط كتيره جدا، اهمها الدخن. واحده تجيلي تقول لي ده انا دايما دايخ، والله العظيم بمجرد ما بطل دواء الضغط مفيش دخن. هو انا لما اروح اقيس الضغط عند الدكتور لقيته عالي، قلت ان انا خايف من الدكتور؟ في ناس عندها الضغط بيعلى مجرد ما تشوف الدكتور. وبعدين لا يوجد دواء مدى الحياه، لا تاخذ دوائين معا، جرعه الدواء تتغير حسب تغير المرض. مفيش حاجه اسمها اخد 3 ادويه ضغط، مين قال كده؟ واحد ضغط 90 على 60، ده واحد جاي لي بياخد انسولين وسكره 30، سكره 30، ده احنا بنقيس السكر في الدم اعلى من 200 باخد 20 وحده انسولين اللي هو الميكس كارب او الطويل المفعول، اكتر من 300 باخد 30 وحده انسولين، اكتر من 400 السكر اكتر من 400 باخد 40 وحده انسولين، السكر اكتر من 500 باخد 50 وحده. طب السكر اقل من 200، السكر اقل من 200 ما باخدش انسولين خالص، يعني تبتدي يتظبط دور. طب السكر اقل من 100 مفيش دواء خالص، لو سكرك اقل من 100 اوعى تاخد دواء، هتدوخ يجي لك غيبوبه. اذا الدواء يتغير بتغير المرض حسب التحاليل الطبيه. بنتكلم طبعا على الحمد لله الحلقات بتاعتنا على اليوتيوب، اي حلقه فاتتك عن القلب عن الكبد عن المفاصل عن الانيميا، احنا مقدمين 217 حلقه في يعني الحلو ايه، وتجدها كلها على اليوتيوب، خش على اليوتيوب وقت اللي انت عايز. اهم من الحلقات دي اللي هي حلقات روضه القران، روضه القران بتتذاع باذن الله كل يوم 9 الا ربع صباحا 9 الا ربع مساء، ان شاء الله حلقات روضه القران اهم من هذه الحلقات باذن الله. اتكلمنا على علاج الانيميا، اتكلمنا على علاج السكر، علاج الضغط، علاج الكلى، علاج القلب، اتكلمنا على طبعا الثوابت الغذائيه وانه العلاج منظومه وليس دواء، وان الدواء يتغير حسب المرض، ولا يوجد دواء مدى الحياه، لا يوجد دواء مدى الحياه، واتكلمنا على الحرب ضد الشوكولاته والشيبسي والبيبسي وكل المواد المحفوظه، لازم نعمل حرب على اولادنا. وانا شفت جامعه والله اتعزمت على جامعه خاصه، الجامعه دي ممنوع يدخل فيها اي حاجه، لا شيبسي ولا كولا ولا بيبسي ولا اي حاجه مضاده حيويه، والله العظيم جامعه موجوده في القاهره. ورحت الجامعه لقيتهم مقدمين بقى فواكه طبيعيه، مشروبات طبيعيه، ينسون ونعناع وكركديه وكراويه واوا، وعصائر طبيعيه من غير مواد حافظه، اورجانيك زي ما بيقولوا. اه والله العظيم جامعات في مصر. فبدا الناس يفوق، ايوه بدا الناس يفوق، امال ايه؟ بدا الناس يفوق، ايوه. هو احنا بدل ما نقول علاج سرطان الاطفال وعلاج الفشل الكلوي، ما نشوف الاسباب ايه ونمنعها. يعني نشوف الاسباب ايه ونمنعها. نرجع بعد كده الى دعوه الشباب للعمل والحركه، وانا بقول للشباب دايما ارجوك اخرج اشتغل عشان صحتك. ارجوك اتحرك. انا مش لاقي شغل بوظيفتي، اشتغل اي وظيفه، اشتغل في جراج، اشتغل في بنزينه، اشتغل في محل. انا بقول للشباب في اولى كليه وثانيه كليه اشتغل في اي حاجه وانت طالب عشان لما تتخرج تبقى اتعودت. يعني عندنا ناس في المعامل، طلبه في علوم وطلبه في صيدله وطلبه في طب في المعامل، وبيساعدوا في العيادات من اولى كليه وثانيه كليه. لان لما الشباب يتعود انه يعمل وهو لسه طالب يبقى على بال ما يتخرج يبقى اتعود على العمل. لكن دلوقتي عندي شباب 25 و30 سنه وقاعد يقول لك انا مش لاقي شغل، انت اللي عطلت نفسك وانت اللي هتجيب لنفسك المرض، القعده هتضعف المناعه ونبقى فاضيين بقى للفشل الكلوي، يوم نغسل ويوم ننام، يوم نغسل ويوم ننام. طبعا في النهايه ان كنت قد احسنت ففضله ورحمته، كل فضله ورحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، وان كنت قد اسات فاستغفر الله وارجو ان تسامحوا. شكرا لحسن سماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحلو ايه تمليناش، كل قضيه مهمه تخص جهزنا تغذية سليمة وبيوعدكم مش كده بس، ومن عليها كتير انواع محتاجة شرح ومحتاجة وقت تعرف ايه اللي يقويها. بجهز من